المشاهدين، أهلا بكم في نشرة هذا المساء ونستهلها بأهم العناوين. تحليلات مس إلهامية لما يجول في عقول أفراد المجتمع من تساؤلات وهمية، ما الذي يحدث اليوم؟ صرحت مس إلهام بأننا جميعنا صنع قرار. ندعو المجتمع لمساعدتنا في تحمل أعباء حالة التقشف. إذا لم نربط الحزام اليوم فلن نستطيع أن نلبس البنطلون. تحذر مس إلهام شبابنا من البرستيج والهياط وتدق صفارة الإنذار قائلة بلاش هياط، خد فوطة وامسح البلاط. أعزائي المشاهدين، سنوافيكم بالتفاصيل. تعبت من الفرستيج خلاص، ما تكلم كده براحتي، أصلا ما حدش جايبنا الورق غير الفرستيج. عايزة أقوله في الفقرة الإخبارية دي إن إحنا يا تلاميذي في فترة انتقالية. إيه يعني هننتقل من وضع لوضع أحسن منه بإذن الله؟ يعني لازم يا تلاميذي ما نزعلش مهما حصل في الفترة دي، لأننا لازم نفكر على المدى البعيد مش المدى القريب. مش عيب يا تلاميذي الواحد ياخد أمثلة من بلدان كتير نجحت وياخد الاستراتيجية دي ويشتغل عليها، وإحنا في بداية استراتيجية جديدة. بإذن الله هي فترة وحتعدي، نربط فيها الحزام عشان نعرف نلبس البنطلون. الرجاء التركيز في البروش اللي أنا لابساه ومحمله من صورة. ربنا منعم علينا ببلد كلها ثروات وطاقات، بس مش عايزين نستنفذها كلها عشان أجيالنا الجاية ما تجيش امتي هاندز أيدي فاهمين. يا تلاميذي إيه؟ نسيتوا إنه مع العسر يسر. ربنا ما يقفلش باب اللي يفتح باب بداله. ما تفكروش في بدل السكن ولا حاجة، ربنا الرزاق. الفترة دي ممكن تكون ترويض لينا، يعني في فئات معينة بتحسب انه الكماليات هي الاساسيات، والفترة دي هتعرف تفرق بينهم. جه الوقت يا تلاميذ اللي هنضحي فيه شويتين عشان مستقبل وامن وامان اجيالنا. وانظر يا تلاميذ للناحية الايجابية من الموضوع، الموضوع ده هيتسبب في انه ايه، مواد البناء ممكن تقل اسعارها، والعقار والعربيات، والفرص الوظيفية هتزيد لشبابنا، وحيقل الفرستيج، يعني اللي ما كانش عايز يشتغل الشغلانة دي هيشتغلها دلوقتي. الرزق من ربنا وحده، مش في ايد اي حد. نتعاون من اجل امن وامان وطننا يا تلاميذي، وانا متفائلة باذن الله. بتي يا سلوان، ها جت اخبار على بدل السكن بتاعي، قلقانة قوي هيتشال ولا لا؟ مثلها مش التناقض هذا؟